نظمت وزارة الداخلية فعالية لذوي الشهداء لحضور مباراة نهائي كأس ولي العهد اللي أقيمت يوم الجمعة الماضية. هذه المباراة اللي فاز فيها الهلال على الأهلي وظفر بكأس ولي العهد. اليوم عندنا حتى أغنية احتفالية بالهلال بعد أخذ هذه البطولة عشان الهلاليين أيضا ما يزعلون علينا. حمزة الشمري حضر الفعالية أو أيمن حضر الفعالية وأعد هذا التقرير وحمزة قرأه. نظمت وزارة الداخلية فعالية حضور لذوي الشهداء لمباراة الهلال والأهلي في نهائي كأس ولي العهد. طبعا هذه حاجة الحمد لله يعني تخفيف من الهم الذي حصل علينا في المصاب، وكذلك يعني العموم نكون مع بعض وتقارب القلوب بعضها إلى بعض، وهذا الشيء يعني سبحان الله يثلج الصدر ونشوف بعضنا كأخوان وكمواطنين أبناء بلد وأصحاب عقيدة ودين، فهذا شيء يخفف عليكم الألم قليلا ويجعلك إن شاء الله تكون مرتاح لبعض ما يحصل عليك، والحمد لله على ذلك. أقول الله يرحمه، شهادة حق واجب، الله يسكن الجنة. أنا أدعي لله أن يخلي لنا ملك سلمان، يدعي الجميع اللي في الحرب، ويقول الحمد لله على كل حال، هذا قضاء وقدر والحمد لله شهيد وإن شاء الله نلقى في الجنة. مباراة مباراة إيش تسوون في المباراة؟ تشجع مين؟ الهلال. ومين بيفوز إن شاء الله؟ الهلال رايحين بنشوف المباراة. طيب مين اللي نظم لكم هذا الشيء؟ الوزارة. بداية المباراة ناصر الشمراني يسجل الهدف الأول، فيما يسجل نواف العابد الهدف الثاني ليطمئن الهلال. الشوط الثاني يبدأ بأقدام أبناء الشهداء. في نهاية اللقاء تيسير الجاسم يضيف هدف التقليص. مرع العواجي ينهي طموح الأهلي بإطلاق صافرة نهاية المباراة. الهلال يتوج بالبطولة ولا زال يعيد مسلسل الأمجاد في حصد الألقاب واحدا تلو الآخر. حمزة الشمري، الإخبارية، الرياض. هذا هلال الفخر والمجد والهيبة، بس شديد وقوي ما يعرف الخيبة، وجمهور وافي يوقف له ويهليبة، في ذمتي انك زعيم. طيب الحديث عن موضوع الشهداء واللي صاير في 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 من الفعاليات هذه وايضا غيرها، في نظام او مشروع بيقول احد اعضاء مجلس الشورى، هو عندي هنا ينضم لي هنا في الاستوديو الدكتور حمد آل فهاد عضو مجلس الشورى وعضو اللجنه الثقافيه واستاذ وطبيب استشاري بكليه الطب بجامعه نجران. اهلا يا دكتور حمد. الله يسلمك يا حمد. الله اللي قدمته كان يعني مشروع ولا مقترح ولا للشهداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أشكر لك أخي عبد الله هذا الدعوة، وهو جزء من المشاركة التي يعني نساهم بها لأجل هذا الوطن الغالي. تسمح لي في البداية بمقدمة بسيطة، وهو أولا نشكر الله سبحانه وتعالى أننا في هذا البلد الغالي الذي الولاء له والولاء لولاة أمره، هذا جزء من عقيدتنا. صحيح. ثم أخي الكريم أيضا أن الدفاع عنه وعن مقدساته هذا هو أعظم الجهاد في سبيل الله. بالطبع. ولذلك يعني أحب أن أبدأ ببعض يعني برقيات يعني تحايا عاجلة. أولها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذين يعني ما شاء الله في عهد وجيز يعني رأينا إصلاحات ورأينا يعني مع ما تمر به المنطقة من يعني أحداث، إلا أن ما شاء الله يعني بلدنا متماسك واقتصاده متين. هذه البرقية الأولى. البرقية الثانية أخي الكريم هي لحماة الوطن،
وحراسة من هذا البلد العظيم، ويعني نبشرهم أنهم على خير عظيم وأجر جزيل أكيد من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجهاد الحقيقي اللي نتكلم عنه. صحيح. البرقية الثالثة هي دعاء لشهدائنا الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى، وهم يدافعون عن أغلى يعني ما في هذا الوجود وهو دين الإسلام ومقدسات المسلمين. بالطبع. طب أتكلم عن المشروع الرابعة والأخيرة هي لأسر الشهداء. نحن نشاركهم مشاعرهم ونقول أن يعني الله سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء الشهداء، ويعني حتى في ميتتهم ليست كميتة الناس الآخرين، فهم يعني توفاهم الله سبحانه وتعالى وهم يجاهدون، وهذه أعظم منزلة. الحمد لله. هذا يعني أجر عظيم ومنزلة عظيمة الله يصطفي لها من يشاء من عباده. أخي الكريم، هو توفيق من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يهيئه ويوفقه أنه يختار له ما يقوم به بتقديم خدمة أو نفع. صحيح. في الحقيقة هو مقترح نظام جديد ويسمى مقترح حتى يخرج ويصدر به قرار من مجلس الشورى ثم يرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين. وش المقترح؟ المقترح هو مقترح تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه. الآن اللي يصير هذا يعني أنت عشان أفهم الصورة أفضل من عندك، أنت اللي مقدم المقترح، اللي يصير الآن ما هو أصلاً شيء منظم؟ يعني وزارة الداخلية قاعدة تهتم كثير بالشهداء، وزارة الدفاع، أنت تبغاها تصير كنظام؟ نعم أخي الكريم، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الحرس، القطاعات العسكرية هي عندها يعني تنظيمات وعندها أوامر وعندها توجيهات، فيها أوامر سامية وكريمة وقرارات مجلس الوزراء، لكن هؤلاء فئة غالية جدا علينا. أيوة. ولا بد أن يكون فيه شيء يرقى لهذه الفئة الغالية. طيب. أول شيء يعزز الترابط بين المجتمع والحاكم. ثانيا أنه هذه أهدافه. نعم. أيه. ثانيا أنه يحث على التضحية والبذل للدفاع عن هذا الوطن الغالي. ثالثا أنه يوحد المزايا. طيب. أيوة جميل. هنا أنا بقولك وش المزايا اللي ممكن أنت حطيتها في النظام؟ يعني خلنا يعني نكمل شوي. لما يكون فيه نظام ويكون فيه مرجعية لهذا النظام، هذا يساعد أي أخي الكريم أنه يعني سهولة الإجراءات، أنها يعني تعارض الأنظمة التي يعني قد يعني تؤخر في صرف المستحقات أو المزايا الأخرى. هذا النظام يعني يساعد على حل كثير من العقبات التي تواجه المزايا التي طيب يستحقها. إيش أبرز المزايا اللي موجودة في النظام؟ فيه مزايا كثيرة. أولها أخي الكريم أن هذا النظام هو نظام، النظام يعني شيء مرتب وشيء عالي وله أهداف وله آليات، آليات يعني تنفيذية. آليات تنفيذية. بس أنا أبغى أعرف المزايا. هذه أول ميزة أنه نظام. جميل. ثانيا أخي الكريم أنه له مرجعية، ومرجعيته تكون يعني حسب المقترح أنها تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وهذا يعني يعطيه يعني وقع قوي وأهمية عظمى. طيب. ثالثا أخي الكريم أنها يعمل على تسريع ويعني المساعدة في تذليل العقبات التي قد تعترض هذه الميزات. جميل. منها أيضا مزايا مالية ومزايا معنوية. ما بندخل في التفاصيل لأن طيب النظام الآن أنت الآن طرحته في المجلس. النظام أخي الكريم أنا تقدمت به وقلت هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا نابع أولا من حب هذا الوطن، وثانيا أنها من الثقة التي أولانا إياها ولاة الأمر. بس لابد أننا نقدم شيء جديد وشيء يعني يساهم في بناء الوطن. تقدمنا بها قبل الأحداث هذه، لأن هذه الفئة الغالية يعني نريد لها شيء يليق بمقامها.
فقدمنا قبل أحداث عاصفة الحزم بحوالي 6 أشهر. وتعرف بناء الأنظمة يمر بمراحل. هذا من قبل من أول أنت مقدم. أي نعم. الآن وين وصل؟ فالآن يعني تم مناقشته وبقي عليه خطوة وهي وجهة نظر اللجنة، ثم يعني يطرح للتصويت. يطرح للتصويت ويصدر فيه قرار ويرفع المقام خادم الحرمين الشريفين. الأمور إن شاء الله ماشية إلى خير؟ والله الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني المجلس داعم بقوة واللجنة داعمة بقوة، ويعني رئيس المجلس معالي الشيخ عبد الله الله يحفظه يعني دائما يعني يحرص ويحث ويشجع الأعضاء على تقديم الجديد والمزيد. هذا شيء جيد والفكرة جدا مميزة. الله يسلمك. الدكتور حمد الفهاد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. أتمنى النظام هذا أنه يكون يعني موجود قريبا بإذن الله بعد تصويت الأعضاء، وأيضا بعد ما يرفع بإذن الله. شكرا جزيلا لك. نسأل الله أن ينفع، شاكرين لكم. الله يحفظك. الله يطول عمرك. الله يحفظك.